طول عمرك يا كابتن احمد بتتكلم بتقول انا بموت نفسي في الملعب علشان انا لابس تيشيرت الاهلي. فكره انك انت تموت نفسك وبعد كده مثلا ممكن تقعد على دكه البدلاء فتره، انت بتتضايق ولا انت مش من نوع اللعيبه اللي بتتضايق لما تقعد وبتمسك في الفرصه لما تجيلها وفعلا بتموت نفسها حتى لو فضلت قاعده على الدكه؟ بالظبط، النقطه دي نقطه كويسه جدا. انا دلوقتي في الفريق الاول، قعدت ما قعدتش انا مستحيل اعمل اي حاجه. انا زي ما بدات معاكي في الكلام، انا كنت في الناشئين بطلع بره السكور خالص، مستحيل اعمل مشكله، مستحيل حد يسمع صوتي ولا اي حاجه. في الاول في الاخر انا بشتغل وربنا اكيد هيكافئني، طالما انت بتشتغل وحاطط حاجه قدامك وبتعمل كل جهدك فيها اكيد ربنا يكرمك. فمستحيل اكون انا في الناشئين اللي محدش سامع عني حاجه، انا ما بعملش مشكله واكيد هطلع هنا اقعد اعمل مشكله ولا اي حاجه. ده بالعكس، حد بيجي من بره النادي الاهلي ما تسمعيش عنه حاجه. انا بقالي 13 سنه في النادي، عارف يعني ايه النادي الاهلي وعارف القيم هنا عامله ازاي ومبادئنا عامله ازاي. فمستحيل طبعا انا بموت نفسي في التمارين، قاعد بلعب ما بلعبش، ما حدش مستحيل حد يسمع ليا صوت. من وجهة نظرك سبب معاناة الأهلي في الدوري، يعني في كذا مباراة يمكن كان في معاناة للأهلي وفي خسارة في تعادل، وشايف من وجهة نظرك برضو إن التحكيم كان ليه دور في ده؟ في الأول في الآخر هي كذا حاجة، يعني ما أقدرش أقول لك سبب معين لأن هي كذا حاجة. الفترة اللي فاتت دي كان في إصابات وكان في عدم توفيق كبير جدا وضغط المباريات. انا كنت بالظبط اروح احط شنطتي ممكن اغير اي حاجه وارجع تاني معسكر، فاكيد كل ده ضغط مباريات على اللعيبه وكان في اصابات وكل 3 ايام ماتش. فبرضه مش عايز اتكلم صراحه في نقطه التحكيم دي، ماليش علاقه بيها ولا حابب اتكلم فيها، لكن بصراحة كان في أكيد كذا سبب يعني. لكن في الأول في الآخر اللي ربنا رايده بيكون، والفترة اللي فاتت مش شايف إن كانت وحشة أوي بصراحة، مشينا كويس، أكيد كان في دروب لكن قمنا على طول.